كيدحلك الشعر. اول حاجه تعرف شنو هو السبب، لان كاينين بزاف. ثاني حاجه تعرف باللي انديبوندامون من شنو هو السبب اللي خصك تعالج، خصو دائما يكون عندك ان شامبوان اي لوسيون اللي غادي تعاونك باش يوقف التساقط وفي نفس الوقت باش الشعر يكبر مزيان. بالنسبه لي برودوي اللي انا كنصح، كتعرفوني بلي دائما كنمشي فيغ لي برودوي ناتوريل. جو فو كونساي دوتيليزي لويل اسونسييل دو روماها في لي برودوي اونتي شوت. علاش؟ لان اول حاجه غادي يساعدنا في الدوره الدمويه، ثاني حاجه غادي يعاون باش لوكسيجيناسيون ديال هذيك الفروه الراس تعمل بواحد الطريقه ممتازه، باش نقدروا نوقفوا شويه التساقط ونقدروا نعاونوها باش يكبر فيها الشعر. واحد الحاجه مهمه بزاف، فين اجبر هادشي؟ جو فو كونساي لا غام كاب ار لي الي ا باز دو برودوي بروفتي اي سبيسيفيك كونتر لا شوت دو شو. لو شامبوان اللي كنصحكم تستعملوه 3 فوا بار سيمين، اي لا لوسيون اللي اترشوا بها 10 رشات في الصباح كل نهار. كيف ما عارفين لي تريتمون اونتي شوت، لي تريتمون ديال الشعر كاملين كيطالبوا شويه ديال لا باسيونس وشويه ديال الوقت، ولكن داوموا لو تريتمون ديالكم وعرفوا بلي النعاس وواحد الماكله متوازنه ولا بد باش يكونوا عندنا نتيجه.